بالعلم بل بالأدب. بسم الله الحمد لله فيديو جديده مع ديالك تيوتو.com. بالنسبه لهاد لا فيديو غادي نشوفو لوبسيون بور دو ريترام اللي كاينه في وسط مايكروسوفت وورد. فعلاش تصلح؟ مثلا بغيت هاد لي تيتر نعطيهم كولور وشي غادي نسيليكسيون لي تيتر ديال الطابلو ومن بعد نمشي لكرياسيون لونجلي ولاحظوا عندي لو بوتون بوردور قد ما يكونش افيشي هنايا نكليكي بحال هكا وكاين هو في هذا المكان. كليكي على بوتون بوردور ريترام وعندي 3 اونغلي هنايا غادي نختمو في هاد لا فيديو بلونغلي بوردور ماشي بوردور دو باج غادي نختمو ترام دو فون. هنا مثلا لاحظوا عندي دي زوبسيون دو تيب اوكون انكادرمون توس كوادريلاج بيرسوناليزي. غادي نبدا مثلا بلوبسيون ديال توس بما انا بغيت نتحكم في كاع لي بوردور لي سيليكسيونيت. فهنا لو ستيل عندكم النوع ديال الخط مثلا هنا عندكم لا بيرسون لاحظوا غادي ننزل شي واحد بحال هاد الشكل ومن بعد لا كولور تعطيو لا كولور اللي بغيتو بالاختيار ديالكم غادي نعطيه مثلا لو روج باش يبان لا لارجور كذلك. وهنا لاحظوا قبل ما ندير اوكي عندي لوبسيون ابليكي كاين جوج حوايج كاين سيلول وكاين طابلو الاجابه الصحيحه تكون مع سيلول. لاحظوا ما ندير سيلول ندير اوكي يعني هذوك الاشياء فاش غادي تطبقوا فقط تطبقوا في لي سيلول سيليكسيوني. غندير انولي وغادي نعاود نفس لي زيتاب غادي نسيليكسيوني لي سيلول نفس خطوات لونجلي كرياسيون كليكي على بوردور بوردور غادي ننزل توس ننزل نفس لا كولور مثلا لو روج كولور كذا ولاحظوا هنا غندير طابلو. قبل ما ندير اوكي انا بغيت نلون غير هاد لي تيتر اللي عندي هنايا ملاحظه بغيت نلون غير هاد لي سيلول لي سيليكسيونيت. فهنا بالخطا غندير طابلو وندير اوكي لاحظوا الريزولتا. فشنو استنتاج اننا مين تنجيو ونكليكيو مثلا تنديرو لي زوبسيون اللي بغينا مين تنزل سيلول فهاد الاشياء تيطبقوا فقط في لي سيلول اللي درتلهم لا سيليكسيون. لازل الطابلو تيطبق في الطابلو كامل. هذا واحد. دوزيام شوز مثلا بغيت ندير لي كولور بغيت هادو نعطيهم كولور نسيليكسيوني ونمشي البوردور هنا في هاد لابارتي وندخل لونجلي ترام دو فون. عندكم لوبسيون رومبليساج تعزلوا لا كولور اللي بغيتو مثلا غادي نعزل لو فير وتا هي قبل ما ندير اوكي فيها دو زوبسيون سيلول طابلو سيلول بمعنى غادي سيليكسيوني فقط لي سيلول سيليكسيوني وطابلو بطبيعه الحال غادي سيليكسيوني غادي يلون طابلو كامل. سمعوا هنا سيلول غادي يلون فقط لي سيلول سيليكسيوني وهنا طابلو غادي يلون كاع الطابلو كامل. غادي ننزل سيلول اوكي كليك في لو فيد وعندي النتيجه بحال هكا. شيء اخر كاين مثلا اكتشفوه لاحظوا غادي نكليكي هنايا كاين عندي ستيل دو طابلو في هاد لابارتي. شو معنى ستيل دو طابلو؟ فستيل دو طابلو نقد بلا ما ندوز بهاد لي زوبسيون ديال الكولور فقط كليك هنايا هو كيما تيبان لكم تيعطينا مجموعه ديال لي كولور فقط كليك بهاد الشكل وتيلون عندي مثلا لو طابلو. كذلك في دي زوبسيون لاحظوا اوبسيون دو ستيل دو طابلو كاين هادو اللي على اليسار ديال لي لين عطيتو البال كامل تيبداو بلين دونتيت لين توتال لين اباند بروميير كولون ديرنيير كولون كولون اباند. فهنا مثلا لين اون تيت تنقصدو بها هي هادي يمكن لي نديكوشيها لاحظو تتمشى بشكل عادي بحال هكا ولكن من الاحسن في لي طابلو نخليها كوشي. لين توتال ما عنديش اون لين توتال فهنا شنو تنقصدو بها مثلا غادي نزيد اون لين هنايا لاحظو بحال هكا نقد نزيد هنايا ونكتب توتال في هاد لابارتي ونجي سبيل المثال نكتب 2000 على سبيل المثال 2500 درهم. فهاد لا لين توتال لاحظو غادي نكوشيها وغادي تزاد واحد دوبل تخي في هاد لابارتي يعني هذا باش يميز هاد لا لين مع هاد لي لين اللي كاينين هنا. غندير انولي هاد لابارتي. لين اباند شنو تقصدو بلين لاباند؟ بمعنى هادي اون كولور هادي بلو روج هادي بلو بلون غادي نديكوشي هاد لوبسيون غادي يوليو عاديين. فنفس البرانسيب لاحظوا غادي نكوشيها نفس البرانسيب اللي كاين في لي لين كاين في هاد لي كولون بروميير كولون تتحيد منها لو غرا ديرنيير كولون هنا ما غاديش يبان لي في ملاحظه لاحظوا غادي ندير كولون افونت كولون افونت بمعنى هنا كاين ما كايناش لا كولور هنا كاين لا كولور وهذا بحال هكا. فكليك في لو فيد وغادي ننزل ديرنيير كولون تيحيد منها مثلا هاد لوبسيون ديال كولون افونت وهنا مثلا لا كان توتال او لا كان شي حاجه. بروميير كولون كذلك مثلا تيمشحها لاحظوا لا درت بروميير كولون تي انولي منها لا بوند و تيمشحها اون غرا في هاد لابارتي. فهاد لي زوبسيون كلكم تخدموا بهم مع هاد لي طابلو اللي عندكم هنايا. شيء اخر مثلا في هاد لا فيديو هنا مثلا ندير ان طابلو طابلو فيه 3 كولون ا و بي و سي هنايا. فهاد لا سيلول زايده بمعنى هاد لا سيلول ما بغيتهاش تكون عندي في الطابلو بغيت فقط الطابلو ديال في لا كولون ديال سي يكون حدها سي ان. فلاحظوا غادي نكليكي في وسط لا سيلول
ونمشي بلي بوردور بوردور اترام ونجي دي من هنا في لونجلي بوردور وهنا شنو بغيت بغيت نحيد هذا الخط اللي من تحت وهذا على اليمين هو هذا ما نجيش ملاحظه غادي نخدم بالخطا لاحظوا غادي نجي لهنايا ونكليكي بحال هكا ولاحظوا شنو عندي ابليكي ا طابلو غادي نتعمد ونخليها طابلو وندير اوكي لاحظوا النتيجه شنو تيوقع تيحيد هاد لي بوردور كامل ديال هاد الصف وكامل ديال الصف اللي من تحت فهذا خطا غادي ندير انولي بغيت نحيد انا هاد ديال هاد لا سيلول فنفس الخطوات غادي نمشي ليهم وغادي هنا قبل ما نخدم غادي نعزل السيلول ونكليكي في هذا في هذا فقط كليكي على اوكي ولاحظوا تي ما تيبقاش لو تري ملاحظه تقدروا تخدموا ويبان واحد الشيء لاحظوا هنا شنو عندي يعني دخلت في لونغلي ديسبوزيسيون لو جروب طابلو افيشي لو كادريلاج فهنا كليك ولاحظوا تيبان بحال واحد لي زيفي هنايا هذا شنو معناه تيبين لي بلي او بحال قلتو تيعطيني لي تراس على اساس ان كانت عندي واحد لا سيلول في هاد لا بارتي هذا حدو ليكرون ملاحظة هاد لو تري اللي كاين حدو ليكرون درت فيشي ومشيت درت امبريمي لاحظوا غادي نزومي هنا لتحت باش يبان لكم لاحظوا ما تيبانش سور بابي حطو ليكرون فتيبقى اوبسيونيل بغيتو تافيشيو مي تكونو خدامين او بغيتو تكاشيو فقط تدخلو لوبسيون لونجلي ديسبوزيسيون لو جروب تابلو افيشي لو كادريلاج فما تيبقاش عندنا بحال هكا